الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، أوصيكم ونفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث ثالث قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذه الأحاديث الشريفة الثلاثة النبوية الزكية الطاهرة الطيبة، تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على متابعته عليه الصلاة والسلام، وعلى ملازمة الشريعة، وعلى تطبيق ما جاء في الشرع. في هذه الأحاديث الشريفة تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا أراد أن يكون عمله مقبولا كاملا صحيحا، لا بد وأن يكون على ما ورد في الشرع، وليس على ما يظنه هو، ولا على ما يستنسبه، ولا على ما يستسهله، ولا على ما يعمله العوام والجهال، إنما على حسب ما ورد في الشرع. لذلك
قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. يعني الإنسان إذا أراد مثلا أن يحج، كيف يحج؟ كيف يؤدي هذا العمل العظيم الطيب الزكي المبارك الذي هو الحج؟ كيف يؤدي هذه المناسك الشريفة؟ كيف يقوم بهذه العبادة الكريمة؟ لابد أن يكون على حسب ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب ما جاء في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن من الناس من يظن أنه يدخل في العمل فيفعل ما يفعله كيفما اتفق، ويقول لك نيتي خالصة، أو نيتي طيبة، أو قلبي أبيض، أو قلبي صافي، أو أنا وما نويت. لو كان هذا وحده يكفي، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم؟ هذه الأعمال، يعني الحج، إذا أراد الإنسان أن يحج ليس على ما يراه الجهلة، لا، بل على حسب ما فعل الرسول وأمر الرسول وجاء في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النية وحدها لا تكفي، وإلا لو كانت النية وحدها تكفي بدون عمل، لماذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ لماذا قال لمن أخطأ في الصلاة، لماذا قال لمن أخطأ في الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ طيب، ما هذا كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبوجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي مراده أن يصلي أم لا؟ بلى. مراده كان أن يصلي أم لا؟ بلى. لكنه ترك ركنا من أركان الصلاة، فقال له الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الأولى والثانية والثالثة، إلى أن قال: يا رسول الله، لا أحسن غير هذا. فعلمه الرسول أركان الصلاة، وكيف يكبر، وكيف يقرأ، وكيف يركع، وكيف يعتدل، وكيف يطمئن، وكيف يسجد. علمه الرسول، ما قال له: نيتك كافية. ما قال له: أنت وما نويت. ما قال له: تكفيك هذه النية. ثلاث مرات، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، لو كان النية لحالها بتكفي، كان خليت ثلاث مرات يعيد. إذن لابد من النية الحسنة والفعل الصحيح الموافق للشرع، والفعل الصحيح الموافق للشرع. لو كانت النية لحالها بتكفي مع العمل الفاسد، لماذا قال النبي للصحابة الكرام عندما وجد من يخطئ في قراءة القرآن، وعندما وجد من يخطئ في الصلاة: أرشدوا أخاكم؟ وفي الحديث الآخر: علموا أخاكم. وفي الحديث الأول هو بنفسه الشريفة علمه. طيب، علموا أخاكم معناته ما مر الغلط، ما مر الغلط. أرشدوا أخاكم، ما مر الغلط. ولما هو بنفسه يعلم الإنسان، يعلم الصحابي كيف يصلي، ويقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وين هول اللي بيقولوا لك النية لحالها بتكفي؟ هل هم أفهم من رسول الله؟ حاشا. هل هم أعلم من رسول الله؟ حاشا. فاليوم بعض الناس بيظنوا أنه الحج أنه يروح يتصور بعرفات تحت الشجرة ويرجع، هيك الحج؟ وقف الرسول في عرفات عند الصخرات الكبيرة المفترشة في أسفل جبل الرحمة، وحاطين نصب عليه عمود اليوم، بيطلعوا لفوق، بيعرب شو لفوق، ويتزاحمون، يتزاحمون، وربما بعضهم دفع بعض، والرسول ما طلع لفوق.
بل ماذا قال الفقهاء والعلماء؟ يستحب للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات. قالوا: وموقف الرسول عند الصخرات المفترشة في أسفل جبل الرحمة، مش فوق. معناته بدك أنت تعرف كيف الرسول حج وين وقف وين راح وشو عمل، ومش إنك تطلع تتصور على راس العمود فوق. ليس هذا هو الحج فقط كما يظن بعض الناس، لا، بعض الناس يظن أن الحج هو مجرد إنه يلبس المناشف البيض بدون ما ينوي. لو لبس 70 منشفة بدون ما ينوي ما بيكون أحرم. كيف بيكون الدخول في الحج؟ الناس اليوم بالحمامات ببيوتهم ما بيلفوا على حالهم مناشف لكنهم لا يحرمون، هل بيكون صاروا حجاج؟ لا، مش المنشفة هي اللي بتعملك حج، لا المنشفة البيضة ولا غيرها، النية، الإحرام، الدخول في عمل الحج. الدخول في عمل الحج هو أنه يقول بقلبه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. أو إذا بده يعتمر بيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. أو إذا بده يعمل قران حج عمرة مع بعض بيقول: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى. وشو بيعمل؟ يتجرد من كل الثياب المحيطة بالبدن بخياطة. هذا بالنسبة للرجل، المرأة تلبس بس بتكشف وجهها، لا تلصق غطاء بوجهها. أما إن أحرمت أرادت أن تستر وجهها مع المجافات، بتحط مثل كرتوني فوق راسها وبتصير بعيدة عن وجهها وبتنزل الرداء أو هذا النقاب من غير أن يلتصق بوجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها وفي كفيها، فما بتلبس كفوف وما بتغطي وجهها هكذا يلتصق الرداء أو النقاب بوجهها، لا. طيب الرجال إذا كان بده يحرم بده يتجرد من كل الثياب المحيطة بالبدن بخياطة، مش القصة لأنه فيها خيطان، ما المناشف كلها فيها خيطان، المناشف أصلا هي خيطان، مش لأنه خيط، لا، أن لا يكون محيطا بالبدن بخياطة، مثل الكلسات، مثل التياب الداخلية، مثل القميص هيدي الدشداشة، مثل الإزار المخيط الموصول ببعضه، مثل القلنسوة، كله هذا بيتجرد عنه الرجال، مثل البنطلون إن كان السروال العادي هيدا أو اللي بيلبسوه تحت الدشداشة، يتجرد عن الثياب المحيطة بالبدن بخياطة. المرأة بتلبس بتغطي كل جسمها إلا شو قلنا؟ الوجه والكفين. فإذا الإحرام دخوله في الإحرام مش هي المنشفة الإحرام، مش المنشفة هي الإحرام. بعض الناس يذهب فيقال له: ماذا نويت؟ يقول: شو يعني ماذا نويت؟ منه عارفين شو بده ينوي. بعض الناس قيل له: ماذا نويت؟ قال: نويت مكة. قال: نويت مكة. طيب منه عارفين شو هو الإحرام؟ هذا سببه الجهل. وقد تكلمت في الدرس الماضي أن المسألة لابد فيها من العلم، يا أما هو بيتعلم قبل ما يروح، أو بيروح مع ناس أمناء يخافون الله يعرفون الأحكام، كل حكم كل مسألة كل موضع كل نسك يعلموه شو بيعمل، مش بيمشي مع الجهال. شو بيعملوا الجهال؟ بيعملوا بيرجع معهم. وأعطيتكم مثالا موسعا في مسألة المسعى الجديد، وقلنا إن السعي فيه لا يصح لا في الحج ولا في العمرة، واللي عم بيروحوا بيسعوا بالمسعى الجديد وبيرجعوا عبلادهم يرجعون والإحرام فوق رؤوسهم، لا حجاج ولا معتمرين، عم يرجع عبلاده وبعد ما أنهى أعمال الحج. أليس من أركان الحج عند جمهور العلماء السعي؟ عند جمهور العلماء السعي ركن من أركان الحج، وهذا الركن له مكان خاص يؤدى فيه اللي هو المسعى
الذي سعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو المسعى الذي أجمعت عليه الأمة، كما نقل ذلك ملا علي القاري عن السلف والخلف كابرا عن كابر، أنهم أقروا وأجمعوا على موضع المسعى. اليوم عاملين مسعى جديد، لما بيروحوا بيسعوا بالمسعى الجديد وبيرجعوا عبليدهم، لو دافع 10,000 يورو ولو دافع 20,000 يورو رجع بدون حج. اليوم صاروا بعض الناس بس بينغشوا باسم الحملات وبالراحة والتفنن في الملذات هناك، والأوتيل 7 نجوم عرفتوا، صار همهم إنه السمعة والصيت والأوتيل والطيران والتكتات ومدري. ليس هكذا، الأصل أن تحج حجا صحيحا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور جزاؤه الجنة. وين الحج المبرور؟ هذا اللي بيروح بيسعى بالمسعى الجديد وبيجي على بلاده ما قاله حج، هذا لا حج مبرور ولا حج ناقص. هذا اللي بيروح بيعتمر بيدفع 5,000 دولار وبيرجع ويسعى في المسعى الجديد، رجع والإحرام فوق رأسه. إذن لابد من العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا اللي راح وما عمل السعي بيكون أدى الأركان؟ مش قلنا عن جمهور العلماء السعي ركن من أركان الحج؟ طيب كيف عم نقول ما أدى السعي؟ لأن السعي في المسعى الجديد يعني ترك ركنا من أركان الحج. السعي في المسعى الجديد لا يحسب له أنه سعي، بل رجع إلى بلده وقد ترك ركنا من أركان الحج الذي هو السعي. والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أول الآية. فإذن إن الصفا والمروة هذا اسم لمكان صار ثابت، صار معروف، صار مجمع عليه عند كل علماء الأمة، إن الصفا والمروة. وين هذا الموضع؟ الذي في مكة المكرمة عند الكعبة، قريب من الكعبة، الذي سعى فيه الرسول والصحابة والخلفاء والأئمة والعلماء وأجمعت عليه الأمة. هذا القرآن. والرسول عندما سعى قال، الرسول عندما سعى قال اسعوا، يعني أمر بذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا اللي عمل السعي بالمسعى الجديد لا حج ولا اعتمر، ورجع بلاده والإحرام فوق رأسه، لم يؤدي أركان الحج، لم يؤدي أركان العمرة. إذن بدنا ننتبه، مش نروح نتصور عند الكعبة ونجي، ليس هكذا الحج، مش هيدا هو الحج كما يظن بعض الناس. اليوم بعض الناس فيما رأيت بعيني وفيما بلغني وفيما نرى ونسمع العجائب والغرائب من جهل بعض الناس، ويعودون إلى بلادهم بلا حج. أنا مرة كنت عند الكعبة الشريفة، كنا نزلنا من عرفات بدنا ننزل إلى منى لأجل رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد. بعد منتصف ليلة العيد ببلش وقتها، مش قبل. بتوصل بتشوف ناس عم بيرجموا الساعة 10، لا، رمي جمرة العقبة امتين ببلش وقتها؟ بعد منتصف ليلة العيد. بدنا نفوت ندخل إلى منى، العسكر الشرطة مسكرين الطريق، حولوا السير، السائق بالباص اللي نحن فيه نزل أخذ طريق جدة، رجع لف وفات دخل إلى مكة. قلنا لهم للناس: يا حو شفتوا أنتوا حولونا ما قدرنا نفوت، فالخيار لكم، اللي بده يرجع يطلع فرادة إلى منى يرمي بعد منتصف الليل يطلع، واللي بده الوقت موسع، لأنه كل الرجم يعني جمرة العقبة والأول من أيام التشريق يوم العيد ما في رجم،
الأول من أيام التشريق والثاني من أيام التشريق، كل هذا بيقدر الواحد يأخره لأيمتين؟ إلى الثالث قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس شو بيقول العلماء؟ ومن أخر كل الرجم إلى اليوم الثالث فرماه قبل غروب الشمس، لكن بالترتيب بيمشي، بيقولوا ليس عليه دم، ليس عليه دم، ما عليه ذنب، ما عليه معصية، لأنه هذا وقته إلى هذا الحد. طالما باليوم الثالث قبل غروب الشمس رحت ترمي أول شيء العقبة، لأنه قلنا العقبة ما رماها، أول شيء بتبلش بالعقبة، تبدأ برمي جمرة العقبة اللي بيسموها الكبرى، ترجع للصغرى ترمي عن الأول من أيام التشريق. قلنا لكم يوم العيد ليس من أيام التشريق، ثلاثة أيام اللي بعد يوم العيد، بتبلش بالصغرى ترمي سبع حصيات، وسطى سبع حصيات، الكبرى سبع حصيات، ترجع إلى الصغرى عن اليوم الثاني، صغرى وسطى كبرى، ترجع إلى الصغرى عن اليوم الثالث، صغرى وسطى كبرى، سبع حصيات بترميهن واحدة واحدة، مش كلهم مع بعضهم، إذا رميتهم كلهم مع بعضهم بينحسبوا لك واحدة. واضح الكلام؟ اليوم شو بيعملوا؟ يعني هدول مجموعات أبو جهل، مجموعات قوافل الجهل، بيجي بيكونوا هن الحجاج قادرين يرموا عن حالهم، قادرين، مش معذورين، مش مرضى، مش مغمى عليهم، مش بالمستشفيات، قادرين يرموا، بيروحوا بيقعدوا بالبيوت بالأوتيلات بالخيم، وبيجي قائد الحملة، قائد الجهل قد يقال، بيجمع له شي 500-600 بحصة من الطريق، بيحطهم بكيس واحد، بيجي عن بوسطة فلان، هيك الرجم بيكون عن حملة فلان، في بوسطة وفي حملة، الحملة بتكون أكبر أحيانا، يعني بعض الحملات بيكون فيها ثلاث باصات، فهون بيكتر الحجار أكتر، عرفتوا؟ بيرمي كل هالبحص، قال عزعمه عن حملة فلان، ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال. فرحنا ما خلونا ندخل إلى منى، قلنا لهم العلماء كذا، وفرجيتهم كتاب، كان معي كتاب اسمه التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي، بيقول بيقدر يأخر كل الرجم إلى اليوم الثالث من أيام التشريق. طلعته الكتاب وفرجيته للناس بالباص، قلت لهم شوفوا شو بيقول، ويجوز أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث فيرمي قبل الغروب. قبل الغروب أي ثالث؟ قلنا من أيام التشريق. أما اللي إله عذر، اللي هو مريض، اللي هو بينضر، اللي هو بيتأذى، اللي هو بيغمى عليه، فيجوز أن يوكل غيره فيرمي عنه بعدما يرمي عن نفسه. يعني لما بيجي على الصغرى بترمي بالأول عن نفسك سبعة، بعدين بترمي سبعة عن اللي وكلك اللي هو معذور، بترمي بالأول عنك السبعة كل واحدة لحال، بترجع بترمي عن اللي وكلك كل واحدة لحال، مش الأربعتاعش عنك وعنه ضربة واحدة، لا. الحاصل ما قدرنا ندخل إلى منى، وين نزلنا وين صرنا؟ قلنا في مكة. صارت قريب العشرة ونص، كان وقتها يمكن منتصف الليل، بيصير يمكن 12 إلا خمسة بهديك السنة، ما بتعرفوا الليل بيطول وبينقص بيقصر يعني، فأظن 12 إلا خمسة كان بيصير منتصف الليل تلك السنة، هذه من عدة سنوات. قاعدين ناس عم يصلوا من إخواننا أحبابنا اللي معنا بالحملة، ناس عم بيقرأوا قرآن، ناس عم بيدعوا، الدعاء عند الكعبة مستجاب، النظر للكعبة بقصد التعظيم هذه عبادة، لأنها من شعائر الله، من شعائر الدين، والاعتكاف في المسجد وصلاة وطاعة وعبادة خير. قاعدين الناس عم تصلي وناس عم تقرأ، ناس عم تذكر، ناس عم تدعي، بنشوف حملة مثل ما هي جارين بعضهم وجايين، وبلشوا عزعمهم بالطواف الساعة 10:30. بقول له يا فلان، كان معنا ناس من طريق جديدة، واحد من أحبابنا، قلت له لك هذه مش فلانة عمليت لي حالة شيخة ببيروت، وهذا مش فلان عامل لي حاله شيخ بطريق. قال لي بلى. قلت لواحدة من أخواتنا الحاجة فلانة، قلت لها روحي انصحي النسوان وقولي لهم بعد ما دخل منتصف الليل، لأنه رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة أمتين ببلش وقتهم؟ بعد منتصف ليلة العيد. قولي لهم انصحيهم
راحت حكيت معهم، والشاب راح حكي مع هديك مدعي المشيخة. شو بيقول له؟ بيقول له ايه بنعرف بعد ما صار منتصف ليلة العيد. قال له لكن كيف عم تعملوا طواف الإفاضة؟ قال له كيف بدنا نميز حملتنا عن غيرنا؟ بدنا نريحهم، بدوا يميزوا حملتهم عن غيرهم بالجهل، بدهم يميزوا حملتهم عن غيرهم بالغباء، بدهم يميزوا حملتهم عن غيرهم بشو؟ بالغباء. رجعوا الناس على بيروت، وهنا حملات مشهورة لهم. بعض الفئات بحملاتهم بيدفعوا كان وقتها 5,000 دولار، وقتها هلا يمكن 9,000 دولار، على حسب ما يسمى عندهم 5 نجوم. فرجعوا الناس بدون حج، لأنهم عملوا طواف الإفاضة عزعم الساعة 10:30. هذا رأيناه بأعيننا، واللي كانوا معنا موجودين وأحياء، اللي كانوا معنا موجودين وأحياء. وما عم بحكيكن عن 1 و2 و3 و4 و5، عم بحكيكن عن حملة في بيروت. والآن هؤلاء أسعارهم ليست رخيصة، أسعارهم غالية، مدري قد بيقدوا على الراس اليوم. فالحاصل انظروا ماذا يفعل الجهل بأهله، واللي بيروح مع الجهال شوفوا نتيجة عمله. رجعوا، أرجعوا الناس بدون حج، طواف الإفاضة عم بيعملوه عزعم الساعة 10:30. فالحاصل هذا رأيناه بأعيننا. ثم كم وكم من الناس لا يميزون الأحكام. مرة في الحج كنا، واحدة تصلي بزعمها تصلي وظهرها إلى الكعبة، ظهرها إلى الكعبة. لك شو عم تعمل هيدي؟ يعني لو مجنونة قد يقال، فلتين من العصفورية وجاي واقفة، واحد بيقول مجنونة انه جاي على زعمة عم تتعبد وتصلي وظهرها للكعبة وعند الكعبة. فروحوا احكوا معها، اجوا صار يحكوا معها، قالت لهم الكعبة بشان الطواف، أما القبلة بشان الصلاة. عم تتفنن بالجهل، يعني تفنن في الغباء. يعني عندها طلع في شيء اسمه القبلة، قال القبلة لأجل الصلاة. وين القبلة؟ كيف ما اجت معها تجي عزعم. الكعبة قال بشان الطواف، أما القبلة لأجل. انظروا إلى الجهل، انظروا إلى الجهل. الرسول عندما صلى إلى الكعبة قال هذه القبلة، الرسول عندما صلى إلى الكعبة قال هذه القبلة، يعني الكعبة هي القبلة، يعني الكعبة هي مركز الطواف وهي قبلة الصلاة. انظروا ماذا يفعل الجهل بأهله، عند الكعبة وتصلي بزعمها وظهرها للكعبة. كيف بدها تصح صلاتها هيدي؟ من وين بدها تصح صلاتها؟ النبي قال هذه القبلة عندما صلى إلى الكعبة في مكة. بعض الناس عندما ذهبوا ليرموا الجمرات ما كان يقبل يرمي، ما كان يقبل يرمي ولا بأي شكل. كل الحملة حكيت معه، حتى اجوا قالوا لي احكي مع فلان. لك ليش؟ قال ما بده يرمي. ولك ليش ما بدك ترمي؟ هذا من واجبات الحج، رمي الجمرات من واجبات الحج. فزعان، الجهل يلي عنده مفزع من إبليس. قال ليش لا يروح يحركش بإبليس؟ فزعان يروح يرجم، فزعان ما بده، خايفان. كل هالملايين من البشر يلي بتروح بترجم، هو ما بده. فهمته، قلت له لك هذا هون منه بيت إبليس، إبليس مش حاطط الكرسي وقاعد ناطرك لتجي تفدغ وانت. هذا هون الموضع كذا. حكيت له قصة سيدنا إبراهيم، حكيت له شو معنيت الرجم، بينت له حتى لهديت أعصابه، موتر فزعان. انظروا للجهل ماذا يفعل بأهله. وهداك اللي بقي لابس ثيابه الداخلية ولا قبلين، كأنهم جايين يضربوه، زعل منهم. شباب عم بيحكوا معه بمعه بالغرفة، اجوا قالوا لي فلان بالغرفة منه قبلين، بعده لابس ثيابه الداخلية وقد دخل في الإحرام نوى، ولا كان يقبل. جيت حكيت معه، فهمته، بينت له الأحكام، وكان قد أحرم ودخل في الإحرام وما زال لابسا للثياب الداخلية.
وهن عم ينصحوه. يعني بعض الناس بيظن انه الحج او الصلاة او الصيام او العبادات كما هو يريد. لا، اتذكروا الاحاديث الثلاثة اللي بلشنا فيها الدرس. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. مش اعملوا اللي بدكم اياه، مش الاسهل، مش على ذوقكم، مش اللي انتم بيخطر عبالكم، مش على حسب عادة الجهال. لا، قال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وماذا قال؟ من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أمر يعني كما جاء في الشرع، يعني كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه الأحاديث الثلاثة الشريفة تؤكد علينا أن نأخذ العلم بالتلقي، أن نأخذ العلم من أهله، أن نعرف كيف نتوضأ، أن نعرف كيف نصلي، أن نعرف كيف نزكي، أن نعرف كيف نحج، أن نعرف كيف نصوم، وليس على حسب الأهواء، وليس على حسب الآراء، بل على حسب ما ورد في الشرع. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا السر العظيم يناله بهذا الشرط، أن يكون وضوءه وأن تكون صلاته كوضوء وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لا يعرفون معنى الإحرام ولا معنى التحلل من الإحرام، بل يذهبون على جهل فيعملون ويقومون بالمناسك بغير علم وعلى غير علم، بل بجهل يحكمون ويتصرفون فيرجعون، ولم يعملوا الحج ولم يخلصوا من هذا الأمر العظيم، بل ووقعوا في الكبائر وليس لهم حج مبرور، لأنهم دخلوا في عبادات أفسدوها، وبعبادات بصور العبادات بما يفسدها بسبب جهلهم. فلذلك لابد من العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: علموا أخاكم. قال: أرشدوا أخاكم. قال: إنما العلم بالتعلم. قال: يا أيها الناس تعلموا. هذا هو الشرع، هذا هو دين الله، ليس بالفوضى، ليس كيفما اتفق. وبعض الناس في الحج والعمرة لا يعرفون كيف الطواف. بعض النساء تطوف وهي في الحيض، وبعض الناس يطوف وكتفه الأيسر إلى الفضاء، إلى الفراغ، ليس إلى الكعبة الشريفة. مش بده يطوف سبع أشواط، بيبدأ من الحجر الأسود وكتفه الأيسر إلى الحجر الأسود، بكل هذا الوقت بده يكون كتفه إلى الكعبة. يبدأ من الحجر الأسود ويبدأ بجميع طوافه عندما يصل إلى الحجر الأسود، هذه تعتبر طوفة واحدة، يعتبر شوطا واحدا، وهكذا الثانية وهكذا إلى السابعة. بعض الناس بصير بيمشي والرابي ظهره للكعبة، صدره للكعبة، أو بعضهم ينحرف فيصير كتفه إلى الفراغ، الكعبة هون كتفه هون إلى الفراغ ويمشي. هذا الإنسان بده يعرف حاله، عم بيطوف حول الكعبة أم يمشي ويقول هذا طواف. لابد الإنسان أن يطوف كما جاء الرسول بالطواف، وكما فعل الطواف، وكما علمنا الطواف. بعض الناس ماذا يفعل بسبب الجهل؟ بسبب الجهل بعض الناس يظنون أن الإحرام هو أن يدخل مكة، أو أن يلبس الإزار والرداء فقط، كما بينا في مسألة المناشف يعني. وبعض الناس عندما يسمع التحلل الأول أو التحلل الثاني، قد في فرق بين التحلل والتحلي؟
فرق كبير. التحلل الأول والتحلل الثاني هو أن يأتي ببعض الأركان وبعض الأعمال فتحل له بعض المحرمات. في التحلل الأول تحل له محرمات الإحرام إلا أمور النساء. لما بيعمل التحلل الثاني يعني ينهي الأركان حلت له كل محرمات الإحرام حتى النساء، لأنه بيكون خلص كل الأعمال. تجي بتقول له وين بيع الحلو؟ قالت له شو بدك ببيع الحلو؟ قالت له بدنا نتحلى التحلي الأول. بدها تتحلى التحلي الأول، بدها تروح عند بيع الحلو. التحلل صار عندها التحلي الأول، بدها تأكل حلو مخمن حالها، قال هيك بتتحلل التحلل الأول. وهذا سببه الجهل. لما واحد بيروح بيقول السلام عليك أيتها الكعبة، واحد بيقول سيدنا محمد مدفون بالكعبة. أعوذ بالله، سيدنا محمد ليس مدفونا في الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة المنورة في حجرة أم المؤمنين السيدة عائشة المطهرة رضي الله عنها. وهذا إجماع، إجماع الأمة أن الرسول مدفون أين؟ في المدينة في حجرة السيدة عائشة. هذا إجماع، ما في خلاف، ما في كلام، حتى الكفار يعرفون أن الرسول مدفون في المدينة. بيجي واحد بيقول يي طفنا بالكعبة والرسول مدفون بقلبها، انظروا الجهل. مخمن حاله قال الرسول مدفون بالكعبة، وهو عم بيطوف قال لأن الرسول مدفون في الكعبة. لا، الرسول ليس مدفونا في الكعبة، والطواف ليس لأننا نطوف بالرسول، الطواف حول الكعبة عبادة لله، الطواف حول عبادة لله لأن الله أمرنا بذلك. هل نعبد الكعبة؟ لا. أليس الله أمرنا في الصلاة أن نضع جباهنا على الأرض؟ هل نعبد الأرض؟ لا لا، نحن نضع جباهنا على الأرض في الصلاة في السجود طاعة لله، امتثالا لأمر الله، تذللا لله، ونطوف حول الكعبة طاعة لله لأنه هو أمرنا بذلك سبحانه. وبعض العلماء بيقول من جملة حكم الطواف كأن الطائف حول الكعبة يقول يا رب أنا أينما درت وأينما ذهبت وأينما توجهت فأنا ثابت على دينك وعلى طاعتك إلى الممات يا الله. لما بيتجرد من الثياب المحيطة بالبدن بخياطة وبيلبس المناشف الرداء والإزار كأنه يقول أنا طاعة لله أتجرد عن أمور الدنيا، طاعة لله تنفيذا لأمر الله أفعل ما أمر الله به. هناك حكم في أعمال الحج، لكن الناس الذين لم يتعلموا بعيدون كل البعد عن معرفة الأركان وعن معرفة الواجبات وعن معرفة السنن وعن معرفة الحكم وعن معرفة الحكم. لذلك الإنسان لابد له أن يسأل قبل أن يدخل في العمل. قبل ما جاي أنت بدك تعمل عمل، تعرف الحلال من الحرام، كيف يصح وكيف لا يصح، ما هو الواجب من غير الواجب. وهذا بدون علم لا يعرف، هذا بدون علم لا يعرف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة، مش إذا بدك، مش من بعد ما تخلص الشغل والكزدورة والرياضة والأرجيلة والمطعم والجبل ها وكزدورة النهر، وبعدين تقحط أقنية التلفزيونات المحلية والفضائية والواتساب والفيسبوك وخلصت وشطبت، بعدين إذا بدك بيطلع عزوءك بتيجي تحضر لك شي 10 دقائق درس دين. ليس هكذا، لا، درس الدين، أمور الدين، أمور الإسلام مش بآخر أولوياتنا، هي في الطليعة. أمر الدين هو في أول الأولويات، في الطليعة مش بآخر الأمور.
مش إذا فضينا وجاي عبالنا، لا. ولا مانع أن تجمع بين الدنيا والآخرة، لا مانع إنك تجمع بين الدنيا والآخرة، ما في مانع إنك تدرس وتطلع دكتور ومحامي ومهندس وتاجر ومقاول ومهندس كمبيوتر ومهندس كهرباء ومهندس مدني ومهندس معماري، ما في مانع. لكن لا تنسى دينك، لا تضيع دينك، لا تضيع قبرك، لا تضيع الآخرة، لا تخسر الآخرة في طلب الدنيا. العلماء بيقولوا أغبى الأغبياء، أغبى الأغبياء الذي يخسر دينه، يخسر آخرته بطلب دنيا غيره. هذا أغبى الأغبياء. أنت لا تفكر في قبرك، في نجاة رأسك يوم القيامة؟ ما تفكر بالسؤال والحساب؟ الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، الله يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فكر بحالك، بقبرك، بآخرتك. الله يقول في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك لا يليق بالعقلاء أن يضيعوا الآخرة، لا يليق بالأذكياء، لا يليق بالكبار، لا يليق بالفطناء أن يهملوا أمر الدين والآخرة، لأنهم بذلك إنما يهلكون أنفسهم، لأنهم بذلك إنما ضيعوا على أنفسهم النجاة، لأنهم بذلك إنما فوتوا على أنفسهم الربح العظيم الذي يكون في القيامة. من هنا يا إخواني ويا أخواتي لا بد لنا من علم الدين، فعلم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام. لا بد لنا أن نتعلم وأن نتفقه في ديننا لنؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات. وكل منا يعرف أنه ميت، كل منا يعرف أنه راحل عن الدنيا، كل منا يعرف نفسه أنه محاسب يوم القيامة. فلماذا تسوف؟ ولماذا تؤجل؟ ولماذا تضيع؟ ولماذا تهدم والعياذ بالله على نفسك؟ اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، يحكى أن زاهدا من الزهاد كان في بعض طرقات البصرة، وهو في الطريق رأى غلمانا يلعبون، أولاد صغار عم بيلعبوا بالشارع، أطفال عم بيلعبوا بالطريق، ورأى صبيا متنحيا يبكي بكاء شديدا، فقال في نفسه لعل هذا الغلام يبكي لأنه ليس معه ما يشتري به ما يلعب مع الصبيان، معهم هن أشياء عم بيلعبوا فيها وهذا الصبي عم بيبكي. فأجا هو لعنده هذا الرجل الكبير، قال لهذا الصبي الصغير طفل، قال له يا غلام تريد أن تلعب مع الصبيان؟ يعني أشتري لك ما تلعب به مع الصبيان؟ قال له إليك عني يا عم، جاي عم بيجبر له خاطره وبده يفرحه ويشتري له شيء يلعب به مع الصبيان لأجل أن لا يبكي، هو هيك ظانن. شو عم بيقول له الصبي الغلام؟ ماذا يقول؟ إليك عني يا عم. طلع الرجل استغرب تعجب، قال لا تريد أن تلعب؟ قال يا عم ما للعب خلقنا. هذا كلام كبار، كلام الحكماء، هذا الكبير. شايفين مين يا كبير؟ هذا الكبير. مش اليوم العادي صارت واحد بيقول له افعل كذا من المعاصي بيقول له حاضر يا كبير، لا، الكبير من يتقي الله،
الكبير من يتقي الله. شايفين هذا الطفل؟ هذا الكبير. شايفين هذا الطفل؟ هذا الكبير، هذا الفهيم. قال له ما للعب خلقنا. قال له من أين لك هذا الكلام؟ قال له لأي شيء خلقنا؟ صار هلا الرجال بده يمتحنه للصبي. قال خلقنا للعبادة. الصبي يقول خلقنا للعبادة، خلقنا للعلم والعمل. قال له يا غلام من أين لك هذا؟ قال من قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم وقع الصبي مغشيا عليه. الصبي أخذه البكاء ووقع في الأرض. هذا الرجل قال جلست ورفعت رأسه عن التراب وجعلت أمسح خده بكمي إلى أن أفاق، إلى أن أفاق. قال له يا غلام أنت صبي لم تبلغ الحلم، بعدك منك بالغ، يعني القلم لا يجري عليك، قلم التكليف لا يجري عليك. مش الرسول عليه السلام يقول رفع القلم عن ثلاث؟ شو قال؟ والصبي حتى يحتلم، والصبي حتى يبلغ. طيب هذا بعده منه بالغ، صبي صغير. قال له يا غلام أنت طفل لم تبلغ الحلم، القلم لا يجري عليك، فلما كل هذا الخوف؟ اسمعوا. قال له يا عم رأيت أمي توقد النار بالحطب الكبار فلا يتقد لها، بتجيب الخشبات الكبيرة ما بيولعوا معها، فتأتي بالحطب الصغار فتوقدها فتشتعل وتضعها بين الكبار فتشتعل بالصغار، وأنا صغير لكنني أخشى أن أبلغ على الحرام فأدخل النار. هلا هون الرجال هو الذي وقع، أغشي عليه وانصرف الصبي. فلما أفاق الرجل سأل أين هذا الغلام؟ من هذا الغلام؟ قالوا أولم تعرف؟ قالوا لا. قالوا هذا من أبناء الحسين. فقال عرفت أن هذه الثمرة من تلك الشجرة. انظروا إلى كلام الأطفال في الماضي، الأطفال. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الصبي أخذ كل ذلك من هذه الآية. صبي، غلام، طفل. نحن اليوم بيكون عمره 21 سنة، شو بتقول أمه؟ حظيت بعده صغير، ها؟ يكون لا يعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة، يكون لا يعرف الوضوء ولا يعرف الصلاة. بيكون عمره 30 سنة بيقول بعدني ما بلشت بالصلاة، بيقول بعدني ما بلشت بالصلاة. وفي الماضي الأطفال الصغار كان منهم من ينقطع في الليل والنهار للعبادات والصلاة والصيام، للعبادات والصلاة والصيام. اليوم يصير عمره هذا العمر وهو لا يصلي، لا يعرف الوضوء، لا يعرف الصلاة. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فلننتبه لأنفسنا، فلننتبه قبل فوات الأوان، فلننتبه قبل أن نصير في عداد الأموات، فلننتبه قبل أن يفاجئنا الموت، فلننتبه قبل أن نوضع تحت التراب، قبل أن نصير في البرزخ، قبل أن نبكي ونندم في وقت لا ينفع فيه البكاء. الآن فلنعجل إلى العلم، الآن فلنعجل إلى طاعة الله، إلى العبادات،
إلى المحافظة على الوضوء والصلاة، على صلة الرحم، على خدمة الدين والدعوة ونشر العلم وتعليم الكبار والصغار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذير الناس من الفساد ومما يضرهم في دينهم ودنياهم. وإلا فما تنظرون حولكم لكثرة الأمراض التي توصل الناس إلى المقابر؟ ما تلتفتون، ما تعتبرون، ما تتعظون صغارا رجالا ونساء؟ الأطفال الرضع يموتون بالعشرات في المستشفيات، والسرطان يفتك بالناس. صار اليوم السرطان مثل القريب، صار السرطان اليوم منتشر بين الكبار والصغار. طيب ما بنعتبر، ما بنتفكر، ما بنتأمل، ما بنتدبر، ما بنفيق، ما بنعجل قبل ما نموت؟ فلننتبه قبل فوات الأوان. انظروا المستشفيات مليئة بالصغار والكبار، انظروا المقابر، انظروا كم فيها من أطفال وشباب. ما واحد ينغش بعمره، بعدني صغير، بعدني شاب. ما ينغش بماله، ما ينغش بجسمه، ما ينغش بعضلاته. بلحظة بنموت، بلحظة، بلحظة نموت، بلحظة نصير في عداد الأموات. تقول إيه مات هلا من دقيقتين شفته. الموت أسرع والموت أقرب. بيقول لك امبارح كنت عم بحكي معه، امبارح؟ شو هالأمل الطويل من امبارح لليوم؟ بيموت آلاف البشر، آلاف البشر. بعض الحكماء، والحكيم هو من أوتي الحكمة الدينية، بعض الحكماء سئل، قيل له ما الموت؟ شو الموت؟ اسمعوا، قال نفس يصعد فلا ينزل. عم يعمل هيك مات، أو ينزل مات فلا يصعد. نفس يصعد فلا ينزل، أو ينزل فلا يصعد. مات الرجال. شو كان يقولوا بعض الكبار ببيروت، بعض كبار السن، ماذا كانوا يقولون في بيروت؟ الموت أقرب إلى الإنسان من سواد عينه لبياضها. تخيل أنت سواد عينك وبياض عينك مش مع بعض. كانوا يقولون الموت أقرب للإنسان من سواد عينه لبياضها. لحظة بلحظة، يا ما في ناس بحبة الرز بيتشردق بيموت، بحبة الرز، بشربة المي، بنفسه، بريقه، سبحان الله، يختنق فيموت، يختنق فيموت. إذن فلننتبه، نحن ضعفاء، بدنا نعترف ضعفاء، عاجز. لحظة لحظة تأتي على الإنسان فيموت فيها. لذلك فلنستعد، لكن بالعلم، نتزين بالعلم، نتهيأ بالعلم والعمل بتقوى الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والحمد لله رب العالمين.